أنا حافظ لستة أحزاب واستظهرت اليوم على الأئمة وكرمت، وأتمنى دوما أن أبقى حافظ أن أبقى حافظا لكتاب الله. الهدف طبعا من هذه التكريمات هو تحفيز أبنائنا دوما على حفظ ما تيسر لهم من كتاب الله تعالى، وتحفيز كذلك التلاميذ الذين لم يتحصلوا على نتائج على الامتيازات أن يتحصلوا على امتيازات إن شاء الله فيما تبقى من فصول دراسية في المستقبل. أشكر طاقم المدرسة الذي أتاح لنا فرصة المشاركة في مسابقة القرآن الكريم، وأتمنى التوفيق للجميع. أشكر كل الطاقم الإداري وخاصة المديرة على هذه المبادرة الرائعة، وهي تشجيع أبنائنا على حفظ كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقهم جميعا. نحن سعداء بهذا العمل الذي يدخل في صميم أهداف المدرسة الجزائرية التي تسعى إلى غرس المعاني القرآن الكريم وتبعث على التنافس بين التلاميذ لتحقيق أفضل النتائج خلال مسارهم الدراسي.